كل فريق من الفرقتين بيحاول يرسم السيناريو الأفضل ليه في مواجهة كبار القارة أو كبير القارة، سواء كان الرجاء في مواجهة الأهلي ويعرف تماما حجم وقيمة الأهلي المصري، أو كان الأهلي وهو ينظر إلى الرجاء كواحد من كبار إفريقيا وفي على أرضه وفي وسط جماهيره، وبالتالي سيناريو صعب بالنسبة للفرقتين وسيناريو أصعب بالنسبة للمديرين الفنيين سواء منذر الكبير أو طبعا مستر مارسيل كولر. كابتن مجيد دين الجيلاني نجم فريق الرجاء السابق هو ضيفنا في السادسة، نحاول معاه نقرب لسيناريو المباراة، وقبل ما ندخل طبعا في سيناريو المباراة نرحب بيه ونشكره على حسن الضيافة كما عهدنا وكما تعودنا دائما في المغرب مع أشقائنا المغاربة. كابتن مجيد الدين أهلا بيك على شاشة الأهلي في السادسة. أهلا بك أخي سمير، وكذلك أهلا بجميع متتبعين ومشاهدين قناة أهلي وجماهير العريقة، وكذلك شرف كبير لي أن أكون ضيف شرف خفيف من أجل تغطية أو تقديم المباراة ما بين ناديين أشقاء كبار في القارة الأفريقية. إن شاء الله نقربوا الضيوف ديالنا الأهل جماهير الأهلوية والجماهير الرجوية من ظروف وحيتيات هذه المباراة. طيب خليني قبل ما تطرق معاك لماتش النهاردة وإحنا على بعد خلاص ساعات يعني قليلة من بداية اللقاء، أعرف رأيك ووجهة نظرك في مباراة الذهاب اللي اتلعبت هنا في القاهرة واللي فاز فيها الأهلي بنتيجة 2-0 وتأثيرها على فرص الفرقتين في الحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، إزاي شفت المباراة دي وإزاي شايف تأثيرها على ماتش النهاردة؟ والله أخي سمير لكي أكون يعني واضح معك وكذلك يعني مع المتابعين الكرام، لا سواء جماهير الأهلي ولا سواء جماهير الرجاء البيضاوي، الأهلي المصري بالتقاليد بالعادات بالظروف اللي نحن نعرفوا عليها الأهلي المصري، كذلك فريق العالمي فريق الرجاء البيضاوي وجماهيره وتاريخه، كذلك ظروف المباراة وكذلك قيمة الرهان وقيمة الفريقين دائما ما تتركني ودائما ما تترك المتتبعين الكرام سواء المصريين أو المغاربة أو العرب أو الأفارقة بصفة عامة، بأن ليست هناك أحكام مسبقة لمباراة كبيرة ما بين ناديين عريقين. والله نتيجة 2-0 والظهور الجيد للأهلي في مباراة الذهاب ما يمكنش يعطينا تصور بأننا نقول مباراة الدار البيضاء راح تكون سهلة مثل مباراة القاهرة، ربما الرهان ربما ظروف المباراة ستكون مغايرة شكلا ومضموما رغم أسبقية هدفين لفريق الأهلي وربما أريحية لفريق الأهلي بأنه ضمن أو كسب المباراة. خاطئ من يتوقع بأن المباراة راح تكون سهلة، بالعكس فريق الأهلي أظن خبرة فريق الأهلي والمباريات والنهائيات والتسييد ديالو في إفريقيا دائما ما سيكون حذر وسيقرأ المباراة بجميع ظروفها، خصوصا بأنها تلعب كما تفضلت أخي الكريم وأنت درت واحد التقديم يعني جميل جدا بأن جماهير فريق الرجاء البيضاوي تعتبر من الجماهير القوية إفريقيا وعربيا وممكن يكون لها دور كبير. لو تسمح لي أقف معاك في الحوار في جزئية مهمة جدا، يمكن حتى بعض المواقع والصحف المغربية اتكلمت في الفترة الأخيرة عن وجود بعض المشكلات داخل فريق الرجاء سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري، بتكلم على لوسبور 360 تكلموا على فكرة أنه في خلافات بين بعض نجوم أو أهم نجوم الفريق مع المدير الفني، في كلام على استبعاد بعض الأسماء المهمة واللي خاضت بالفعل مواجهة الذهاب في القاهرة عن مباراة العودة في الرجاء، الكلام النهاردة
وحسب ايضا هسبريس بيقولوا انه طبعا رئيس نادي الرجاء المغربي عزيز بدراوي قبلت استقالته من رابطه الانديه المغربيه. هل تعتقد انه خارج الملعب يعني خارج ال 90 مواجهه 90 دقيقه الاخبار دي المشكلات دي ممكن يكون ليها تاثير على فريق الرجاء في مواجهه الاهلي النهارده؟ اكيد، فما شاء الله المعلومات كلها اللي ذكرتها الاخ سمير فهي معلومات مضبوطه وموجوده داخل فريق الرجاء البيضاوي، لا سواء على المستوى الاداري كما تطرقت قبول استقاله رئيس النادي من العصبه الاحترافيه، كذلك هناك اهتزاز ربما على المستوى الاداري، كذلك هناك بعض الغيابات او بعض المناوشات ما بين بعض اللاعبين مع السيد المدرب، لكن الامور هذه يعني طيلة الأسبوع تداولتها مواقع إلكترونية، كذلك أخبار وجرائد لكلها طرقت الأمور هذه، أكيد راح ترخي بظلالها، خصوصا كما يكونش عندك واحد الاستقرار إداري وقوي واستقرار فني وتفاهم وظروف ملائمة وجيدة، أكيد راح تكون التحضيرات يعني ناقصة شيئا ما، خصوصا الجانب المعنوي. وأنا تكلمت خلال بداية الأسبوع هذا في محطة راديو مارس على الأمور والمشاكل التي ذكرتها، وأتمنى أن يتم حلها بعد مباراة الأهلي، خصوصا الأهلي، الأهلي المصري لو تكون في جميع ظروفك الجيدة، الأهلي راح يسبب لك مشاكل فنية داخل الملعب، فما أدرى بأنك تكون عندك مشاكل إدارية ومشاكل فنية، فهذا صعب شيئا ما أخي الكريم. هل تعتقد أنه مهمة منزل الكبير تستمر مع فريق الرجاء البيضاوي في حالة خسارته النهاردة بطاقة التأهل أمام النادي الأهلي، ولا ده هيكون آخر المشوار بالنسبة له؟ بالنسبة للبقاء أو ذهاب منزل الكبير أظن حتى نهاية الموسم، لأن تحصيل حاصل بأن يكون مستقبل مدير الكبير أو الطاقم الفني المصاحب له بمباراة الأهلي. أنا واحد شخصيا دافعت عن هذه القضية بأن يجب أن يستمر الرجل حتى نهاية الموسم نهاية الموسم، وبعدين تكون هناك يعني بس في النهاية يعني انت بتتكلم عنها مسألة وقت، لكن في حالة خسارة منزل كبير النهارده امام الاهلي هيكون خرج الرجاء خالي الوفاض هذا الموسم من اي لقب، وبالتالي فرصه في الاستمرار هتكون صعبة، وده واحد من الضغوط اللي ممكن تكون واقع عليه شخصيا النهارده قبل مواجهة الاهلي، بالتالي هو عارف انه مصيره الى حد كبير ممكن يبقى مرتبط بنتيجة المواجهة النهارده، الضغط الجماهيري العكسي اللي ممكن يسببه جمهور الرجاء على فرقته وعلى مديره الفني في المباراة، بالإضافة لنتيجة القاهرة. يعني إذا كنت أنت شخصيا مكان منذر الكبير في قيادة الفريق، إيه السيناريو اللي ممكن تتخيله لمواجهة الأهلي؟ هل تلعب مباراة هجومية، ولا ممكن تدفع ثمن ده هدف يصعب أو يخلي المهمة شبه مستحيلة؟ هل ممكن تلعب مباراة متوازنة وتتحمل الضغوط الجماهيرية في المدرجات؟ تفكر في سيناريو مباراة النهاردة إزاي؟ والله الأخ سمير كلامك مضبوط، أنا كان لي يعني تواصل مع سيموندر حتى قبل ساعات اليوم، وكذلك طيلة الأسبوع الرجل مضغوط، الرجل حاس بقيمة الرهان، بقيمة الحصيلة الغير إيجابية نقول لفريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم والموسم الماضي، لأن الموسم الماضي الرجاء البيضاوي كان يعني صفر لقب، وهذا الشيء يعني لم يتعوده جماهير الرجاء ولا جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي. لكي أوضح لك الصورة بأن مدير الكبير مازال هناك ربع نهائي كأس العرش، يعني كأس الملك، يعني مازال هناك الفريق مترشح للربع النهائي ديال كأس العرش، فأنا من منظوري أنايا حتى لو كانت نتيجة مباراة الأهلي يعني سلبية أو ما ترشحش فريق الرجاء البيضاوي،
فأتمنى من الإدارة بأن يكون هناك يعني مدير كبير وطاقمه يواصلوا حتى نهاية الموسم، لأنك باش تغير طاقم فني بخسارة أو عدم ترشح أمام الأهلي، وما زال عندك هنا هنا هناك محطة أخرى أو لقب، فهو بالنسبة لي أنايا راح يكون خسارة يعني أكبر، رغم أن جماهير فريق الرجاء البيضاوي وجميع مكونات النادي عندها واحد الأمل كبير بأنها تمشي نصف نهائي عصبة الأبطال، ولما لا الفوز بعصبة الأبطال، لأن أخي سمير غابت عن خزانة النادي طيلة 24 سنة، وهذا شيء مؤثر وشيء سلبي لنا احنا داخل فريق الرجاء البيضاوي، لأن نغيب على عصبة الأبطال 24 سنة. إذا هناك خلل تسييري وخلل فني وخلل في اللاعبين طيلة الفترة هذه، رغم أن الفريق وصل لمنصات التتويج عربيا وإفريقيا وعالميا، لكن عصبة الأبطال صار عقدة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. خليني أسألك على 90 دقيقة ومن بداية يعني أو من انطلاق المباراة، وقياسا طبعا على مواجهة القاهرة لأنها مش بعيدة، احنا بنتكلم على أسبوع فات، هل تتوقع من منذر الكبير أنه يعمل تغيير في طريقة اللعب أو في اختياره لعناصر الفريق اللي هتمثل الرجاء النهاردة قدام الأهلي عشان يقدر يرجع أمام الأهلي المصري؟ شوف، هو ظروف المباراة بالقاهرة ليست هي ظروف المباراة بالدار البيضاء، لا زي ما قلت، لا فني لا تكتيكيا ولا فنيا ولا حتى من ناحية التحضير الذهني، هذا الشوط الثاني وهذا شوط أخير، يعني خروج المنهزم أو خروج يعني المغلوب، هناك ترشح أو عدم ترشح في مباراة اليوم، فأكيد مدير كبير هو راح يدفع بجميع أوراقه جميع الأسلحة نتاعو، يعني ما عادش هناك يعني فرصة أخرى. فريق الأهلي هنا فين تكمن صعوبة فريق الأهلي، فريق الأهلي متقدم بفارق الهدفين، كذلك فريق الأهلي ما راح يجي للدار البيضاء عشان يدافع، راح يجي للدار البيضاء عشان يقتل المباراة، عشان يخلص، عشان يسجل، عشان يصعب عليك مأمورية الرجوع في المباراة. يعني فريق الأهلي راح يلعب على المرتدة، راح يلعب على الفراغات، يلزم مدير الكبير يعرف أن مباراة فيها 90 دقيقة و95 ممكن تمشي حتى بتراهن يعني على نفس طريقة اللعب ونفس العناصر اللي لعبت في مباراة القاهرة هي اللي تظهر النهاردة في مواجهة الأهلي؟ لا، ممكن يكون تغيير على المستوى الهجومي، ممكن نشوف الزرهوني وعبد الله حفيدي، ممكن نشوفوهم يعني في بدايه لقاء، ممكن يكون هناك تحويرات على مستوى الدفاعي، يعني على مستوى خط الدفاع وخط الوسط، هناك رجوع المكعازي وبالمقدم في خط الوسط وخط الدفاع، ممكن يكون تحفظ من مدير الكبير عشان ما يقبل، لان لو قبل راح تكون مهمه صعبه جدا. اولا يخرج بالشوط الاول فايز 1-0 او متعادله، ويناقش الشوط الثاني بكل الاسلحه نتاعه، هو ما راح يغامر، يعني صعب لانه يغامر بالهجوم 100% امام الاهلي، يعني راح يعني الاهلي صعب. إذا كنت بتسألني أنا شخصياً، أنا أتمنى إن هو يغامر، يعني أنا أتمنى إن هو يغامر. أنا بشكرك شكراً جزيلاً كابتن عبد المجيد الدين الجيلاني، نجم طبعاً نادي الرجاء، وأتمنى كما تعودنا، هو في النهاية واحد من كلاسيكيات الكرة الأفريقية، الأهلي الرجاء أو الأهلي الوداد مع الأشقاء في المغاربة، دايماً بتبقى كرة راقية وكرة ممتعة، ونتمنى إن شاء الله اللقاء يكون على مستوى الاسمين الكبار الحقيقة، سواء الأهلي المصري أو الرجاء البيضاوي. كابتن مجيد الدين الجيلاني نجم نادي الرجاء السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وأعتقد أنه يعني متفقين في جزء كبير من وجهات النظر فيما يتعلق بالمواجهة الفنية بين منذر الكبير ومارسيل كولر في لقاء النهاردة.